صراحة ملهاش مثيل ومش بتخاف من حاجة ولا من حد أبداً، واللي بيجي على بالها بتقوله، وحتى لو الكلام اللي هتقوله هيخلي الناس تتكلم عليها وعلى حياتها الشخصية مش بيفرق معاها أبداً. المهم تبقى صريحة وواضحة مع نفسها قبل أي حد. الكلام اللي فات ده كله على الفنانة السورية مرام علي، واللي قلبت الترند الفترة اللي فاتت بعد مشاركتها في مسلسل الخائن اللي كان معروض من فترة وقلب الدنيا في الوطن العربي كله. والموضوع مرسيش على المسلسل وبس، لا دي كمان يوم عيد ميلادها طلع الترند باللي عملته فيه، وكل السوشيال ميديا اتكلمت عليه وقتها، واللي كان من قريب جدا. وطبعا كانت الحفلة مليانة بأصحابها من لبنان وسوريا، وكان برعاية أحمد سعد، ما هو اشتغل كل الأغاني بتاعته في العيد ميلاد، وهي اللي شجعت مرام على انها تطلع ترقص على الترابيزة طول الحفلة وتغني على اغانيه. ومش بس كده، دي كانت كل ما تنزل يطلعوها تاني ترقص، وكانت باميلا الكيك مجننة معاها الدنيا على الاخر طول الحفلة. اما بقى تورتة عيد ميلادها فكانت حكاية تانية، دي 5 ادوار، وعلشان بس تعرف تحتفل بيها كانت واقفة تقريبا فوقها. اما بقى من الحاجات اللي كانت مثيرة للجدل حوالين مرام هي التاتو اللي خرجت اتكلمت عنه في واحد من البرامج اللي كانت فيها ضيفة، اللي قالت انها ما تعرفش انه حرام في الدين. هي عارفة انه مش مفضل انه يترسم على الجسم، بس انه حرام لا هي ما تعرفش، وعلشان كده هي رسمة 3 تاتوهات على جسمها. اما بقى اكتر تاتو اثار الجدل وهي عاملاه هو اللي مكتوب على صدرها، واللي بيقول ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ. وده بقى ما رضيتش تقول على سبب كتابته، وقالت انه الاسباب شخصية ومش هتقول ابدا كتبت كده ليه. ومشاكل بقى مرام علي كتير قوي، وليها حوارات كتير، واللي كان منها انها اعلنت اللي تعرضت ليه من اعتداءات 3 مرات في حياتها. المرة الاولى كانت من صاحب اخوها، والمرة التانية من خال صاحبتها، والمرة الثالثة كانت في الشارع. وفي كل مرة كان ليها رد فعل لدرجة انها عورت واحد منهم، وكانت بتاخد حقها في نفس الوقت. ولما اعلنت الكلام ده كان اول مرة اهلها يعرفوا اللي تعرضت ليه، وانها ما حكتش لحد اي حاجة خالص عن اللي حصل معاها ابدا. وطبعا رد فعلها ده كان بناء على تربيتها وهي صغيرة، واللي كانت مع ولاد، وهي اللي اختارت ده، وكانت بتتعامل مع كل الناس على انها ولد، حتى لبسها كان زي لبسهم، وما ندمتش ابدا على ده في يوم من الايام، لانه علمها تتعامل ازاي في حياتها وتبقى بنت قوية وتعرف تاخد حقها. مش بس دي الجرأة اللي هي بتتمتع فيها، لا دي كمان لما استضافوها في برنامج وطلبوا منها على الهوى انها تمسح المكياج بتاعها، لان في ناس كانت بتشكك في جمالها وملامحها، وهي ما خفتش ابدا من ده، لا خالص، دي قامت واستخدمت مزيل مكياج وفعلا ظهرت بملامحها الحقيقية عادي وطلعت زي القمر، بس طبعا بعد عمليات التجميل اللي عملتها، وندمت عليها لانها قامت بيها. ومش بس كده، دي اتريقت عليها كمان وما بقتش عاجباها بعد ما غيرت برضو كتير من ملامحها اللي ظهرت بيها في الاول، واللي اتغير فيها شكل مناخيرها وكمان سنانها، وبعدها بقت بتتريق على كل عمليات التجميل ومش بتحبها. اما بقى طبيعه الادوار اللي هي بترفض تعملها، فهي انها تقدم ادوار فيها اجزاء من جسمها ظاهر، لكن ما عندهاش مانع انها تقدم قبولات على الشاشه او مشاهد فيها ايحاءات ادامها تخدم المخرج، بدل ما يضطروا يعملوا ادوار في حاجات فجه ومتصحش تظهر على الشاشه قدام الجمهور. مرام علي نجمها عالي قوي الفتره اللي فاتت بعد المسلسلات اللي شاركت فيها ونجح من خلالها، ومتوقع انها تحقق كمان نجاحات اكبر الفترة اللي جاية وتبقى نجمة كبيرة.